كنوز بيبل. أي صباح الخير، ماكم تعرفوا عادة اللي ظافر العابدين ولا يضرب يسرى، هاو في المسلسلات المصرية وهاو في اللبنانية. اللي مات هيدي هب تصويرته وقت اللي عمل أول فيلم تونسي ليه، المصارى واللبنانيين والسوريين ما يعرفوش كيفاه كان قبل، قالوا له ليه مستحيل تكون انتي، تشبيك هكا، تشبي حالتك حليلة. هو الحق في التصويرة ظهر مهنتل برشا، لبسته في حالة، شعره في حالة، لحيته مغوفة. أما تعرفوا السر فيش؟ الفلوس، وما أدرك من الفلوس تحيي النفوس، واللي ما عندوش فلوس يموت كل خنفوس. برا يا خي ربي يعطيك، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. لطيفة العرفاوي فرحانة برشا، طايرة من الفرحة، يا ولدي شيخة في مخها. هبت التصوير على الانستغرام بجنب شجرة زيتون وقالت شجرة الزيتون متاعي كبرت. يلا اللي يكمل عليك، ان شاء الله تكبر وتشوف زويتناتها. اما ورينا عاد حديقتك فقت الزيتون، هانا نستنيو في تصور. يلا لطيفة. المغني اللبناني وائل كفوري عمل حاجة بهتني فيها، يا سيدك مرة من مرات حب يعمل تصويرة، امشي يصور روحه ومغطي عينه، والتصويرة هذه هبطها في الانستغرام وقال لكم مساء الخير. يا سلام، تخلف والله تخلف. توا بربي فهمني من قلة لي بوز اللي تعمل فيهم الكل، ما اختارت كان الفازة هذه. بربي فهمني اش معناتها، توا والله حتى كان جيت مريض بعينك وما تحبش تظهرها، اما هيك متصور بعد وعينك بس عليها، طيب شنو عاد يا زين عاد؟ يعني لازم تجيبوا كلام لنفسيك ويعني. أيك نوز بيبل اليوم وفيت، ملتقانا غدوة. نوز بيبل.